السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد مع قناة ساينس كابيتال مع الأستاذ محمد سعيد رحمة. يلا بينا نبدأ مع بعض. النهارده ان شاء الله اعزائي الطلاب هنبدا ناخد اكتيفيتي نمبر 14، وهو اكتيفيتي جميل جدا بيتكلم عن ريكوردينج ايفيدنس، تسجيل الادله وانك تعمل تجارب وانك تحاول تبقى زي العلماء لايك ساينتستس، ان انت تحاول تحل المشكله وتجمع الادله بتاعتك وتثبت وجهه نظرك او الاحتمالات والفرضيات، وانك ازاي تحل اي مشكله بخطوات ثابته مش بطريقه عشوائيه. فبقول لك هنا بيقول لك اهوت فوق خالص اهوت You have learned a lot about how different types of adaptations help plants and animals to survive. يعني انت درست قبل كده كل الكائنات الحية، وان ازاي التكيفات اللي موجودة في اجسامها بتساعدها انها تعيش في البيئة الخاصة بها، سواء بقى نباتات او حيوانات. هل يا ترى التكيفات دي او يعني وانت بتدرسها يعني ما سألتش نفسك سؤال، هي جت ازاي او حصلت ازاي؟ يعني مثلا شجرة الأكاسيا اللي قدامك دي أو شجرة الكابوك تري اللي احنا خدناهم، هل هم كانوا شجرة عادي وبعدين فجأة بقوا كده؟ ظهرت لهم الجذور دي والتراكيب دي والعلو ده والمواد الكيميائية اللي بيشتغلوا بيها. النبات المائي مثلا، هل النباتات المائية كانت نباتات عادية وبعد كده ورقها بقى بالشكل ده؟ هل شجرة الصنوبر كانت شجرة عادية وبعدين فجأة بقت كده عشان التلج لما يقع عليها ما يكسرش الأغصان بتاعتها؟ هل نبات المنجروف اللي قدامك ده مثلا الجذور بتاعته كانت عادية وبعدين فجأة بقت جذور هوائية؟ هل نبات الصبار ده كان نبات عادي ولما راح للصحراء تكيف للمعيشة في الصحراء فبقى بيخزن المية وعليه طبقة من الشمع وعليه أشواك عشان الكائنات الحية والنباتات التانية أو الأكلات الأعشاب يعني ما تقدرش إنها تدمره؟ هل شجرة الأكاسيا دي كانت شجرة عادية في يوم من الأيام بعدين بقت تاخد شكل المظلة ده علشان تبعد الأوراق بتاعتها عن الكائنات اللي بتاكل أوراق الأشجار بحيث تبقى الأوراق في أمان كده فوق؟ يعني هل مثلا أنتوا فاهمين قصدي إيه؟ يعني هل فعلا الكائنات كانت غير كده وبعدين، ولا هي اتخلقت كده اصلا؟ سبحان الله، يعني ازاي؟ هل يعني الشيء القرش ده مثلا، هل سمك القرش ده كانت سمكه عاديه وبعدين فجاه بقت قرش مع الوقت تطورت لانها بتعيش في بيئه معينه؟ هو ده السؤال بقى اللي احنا عايزين نعرفه، التكيفات دي حصلت ازاي؟ ده اللي احنا هنحاول نجاوب عليه في الايه؟ في الدرس ده. خلاص، وطبعا عندك امثله كتيره وكائنات كتيره جدا. تمام، الكاميليون، الفانيك فوكس، عندك البولار بير او الدب القطبي، وأمثلة كتيرة بقى جدا من الكائنات اللي كل واحد فيهم سبحان الله متكيف في جسمه وتركيبه على البيئة اللي هو عايش فيها. تلاقيه عايش مثلا في حتة فيها سمك بيعرف يصطاد سمك، عايش في حتة فيها غزلان بيعرف يصطاد غزلان، لكن لو وديت ده في البيئة بتاعت ده وده في البيئة بتاعت ده ما يعرفوش يعيشوا. فاهمني ولا إيه؟ يعني كل واحد متكيف للبيئة بتاعته، كل واحد قادر يعيش في البيئة بتاعته بشكل جسمه بتركيب جسمه بسلوكياته ما يقدرش ينتقل منها للبيئة التانية، وإذا انتقل لبيئة تانية ممكن يموت. هو ده التكيف الادابشن. بس السؤال بقى، هل هم ظهروا كده في البيئات دي ولا هم كانوا كائنات في بيئات تانية، ولا حصل ازاي ده؟ الله اعلم. فبقول لك اهوت in this activity we will learn how to think like scientists. هنجاوب على السؤال ده من طريق تاني بقى، ان احنا نقلد العلماء ونعمل تجارب وابحاث لحد ما نوصل للاجابه بتاعتنا اهو. To answer a question about one main point of this concept through four main steps. يعني الكونسيبت ده بقى كله كده اللي هو بيتكلم عن الادابتيشن اند سرفايفل، في سؤال مهم عايزين نجاوب عليه، وعشان نجاوب على السؤال ده اللي احنا قلناه من شويه اللي هي التكيفات دي جت ازاي اصلا، هنجاوب عليه من خلال الاربع خطوات اللي قدامك دول. ايه الخطوات دي؟ قال لك بص يا سيدي، الخطوات دي بسيطه وسهله جدا عشان نفهمها. هناخد المثال اللي جاي ده، بس تعالوا نحفظه من الاول. خطوه طرح السؤال او طرح الاسئله، الخطوه الثانيه فرض الفروض، الخطوه الثالثه البحث عن الحقائق والادله، الخطوة الرابعة التفسير العلمي أو المنطقي اللي حصل. مش فاهم حاجة، أفهمك. لو أنت مثلا ماشي في الطريق شفت المنظر اللي قدامك ده، فبيجي في ذهنك سؤال، يا ترى مين اللي رمى ده هنا؟ هل البيئة ممكن تتضر؟ هل الشجرة دي ممكن تموت؟ شوف جه في بالك كام سؤال يعني وأنت واقف. طب هو رمى ده هنا ليه؟ طب إيه مصلحته؟ طب هل المية الجوفية
ممكن تتضرر. لو طب لو احنا شربنا الحاجات دي ممكن نموت. طب ليه ما فيش حشائش في الحتة اللي وقع فيها الزيت ده ولا المادة دي؟ طب يعني شو هتقعد بقى ايه، يجي في ذهنك مجموعة من الأسئلة مرة واحدة، هي دي الكويشنز أو الخطوة، يجي لك شوية أسئلة. طبعا في ناس تانية ممكن ياخد العربية ويمشي ولا في دماغه، أو يعدي على المنظر ده كده عادي، مفيش مشكلة. يبقى الخطوة الأولى دي ما حصلتش، وفي الحالة دي احنا ما استفدناش حاجة. يبقى لازم الخطوة الأولى تحصل، إن الموضوع يجذب انتباهك، يشدك، تبقى عايز تجاوب عليه، تعرف إيه اللي حصل. تاني خطوة إنك تبدأ تفرض الافتراضات. يا ترى في حد مثلا الزيت ده تاريخ صلاحيته انتهى عند أحد المحلات وحب يتخلص منه، فمعرفش يرميه فين، فقام حطه كده فوقع فكب. فيعني شوف هتقعد بقى تفترض، وممكن يكون قصد يعمل كده عشان مثلا يضر الناس. واحد ممكن قصده كده، الله اعلم، في ناس كده يقول لك ده قاصد ان هو يدمر دي ارض بتاعت واحد، وهو عايز يدمر له الارض بتاعته، احتمال. وهكذا بقى، ممكن تقول مثلا ده كانت شركه وعربيه معديه وفي شويه براميل وقعت، بس واضح انهم محطوطين بالعمد، يعني مش هيقعوا، وبعدين هو مش هيشوفهم وهم واقعين. فتقعد بقى انت تحط شويه افتراضات اللي هي الخطوه التانيه. بعد كده تمسك واحد واحد من الافتراضات دي وتجمع له ادله. يعني تشوف مثلا هم وقعوا من العربيه، لا الافتراض ده غلط لان هم شكلهم محطوطين كده في الجنب كده على الطريق كان حد حاططهم. فاهمين ولا ايه؟ طب هل ده حد عاملها بالعمد؟ طب لو كان عاملها بالعمد اشمعنى ساب اتنين ما او تلاته ما تكبوش، واتنين بس هم اللي تكبوا؟ لو كان بالعمد كان كب كله، يبقى الافتراض ده برضه غلط. طب وهكذا بقى، يعني انت امسك الافتراضات بتاعتك واقعد اختبرهم بالحقائق والادله. فاهمني ولا ايه؟ الخطوه الثالثه تبدا بقى تشوف الادله بتاعتك دي اللي انت وصلت لها، مثلا ان مثلا ايه، ان دول تاريخ صلاحيتهم انتهى وفي محل كان عايز يتخلص منهم بس معرفش يحطهم فين فكبوهم كده او حطهم كده، بس في اتنين اتكبوا. طيب احل بقى المشكله دي ازاي؟ السؤال الجديد، احل المشكله دي ازاي؟ طب مين صاحب المحل؟ طب هل فعلا تاريخ الصلاحيه انتهى؟ تبص عليهم كده، اه ده تاريخ الصلاحيه انتهى، يبقى هو ده الدليل ان انا الفرضيه دي تعتبر صح. ابدا بقى اشوف مين المحلات اللي هنا اللي بتستورد النوع ده عشان احاسبه واشوفه. طب في كاميرات مراقبه؟ طب اعرفه منين؟ طب بقى لهم قد ايه؟ طب وهكذا بقى. فانت بتقعد بقى ايه، تجيب في الاخر بقى، يعني مثلا شوف الصوره اللي بعدها دي، جايب لك صوره شخص اهوت بياخد عينات من البيئه ومن التربه وبيشوف اتلوثت ازاي، طب هنحلها ازاي، طب البكتيريا دي هتعمل ايه، طب الماده دي نتخلص منها. ويبدا بقى ايه كده، هو بدا يوصل للخطوه الرابعه اللي هي التفسير العلمي، ويبدا بقى يكتب تقرير عن اللي حصل. وفي واحد جه الشركه الفلانيه هي اللي كبت البتاع ده وكلفناها بانها تنظف المكان ومش عارف ايه يبقى ده اخر خطوه اللي هي الماي ساينتفك اكسبلينيشن بقى، بعد ما حلينا المشكله. هو يقصد كده، يقصد ان انت لازم تطبق الاربع خطوات دول في اجابه السؤال. طب ايه هو السؤال؟ السؤال قدامك اهو، هاو دو ديفرنت تايبس اوف انيمالز اند بلانتس ادابت تو سيفرال او عفوا سرفايف ان اكستريم اي كلايمتس، يعني ازاي الكائنات الحيه المختلفه النباتات والحيوانات قدرت تتكيف للمعيشه في البيئات المختلفه؟ ازاي حصل ده ازاي؟ تمام، والتكيفات ايه اللي ظهرت في جسمها يا ترى؟ اهو ده السؤال كده، دي الخطوه الاولى. السؤال ده لو نور كده في مخك، لو بعد ما ناخد الاكتيفيتيز اللي احنا خدناهم دول كلهم، لو ما كانش السؤال ده جه في دماغك يبقى في ايه بقى، يبقى يعني ما ينفعش، لازم يكون السؤال ده جالك. طب هديك هفهمك ازاي. يعني مثلا هفترض معاك ان في نوع من انواع الثعلب، ان كل الثعالب اللي في الدنيا كانت عامله زي الثعلب اللون احمر ده كده مثلا، وان في بعض انواعه دخلت في الصحراء، وبعد ما الاف وملايين السنين هم ما زالوا ثعالب زي ما هم، بس ربنا خلاهم يتكيفوا للصحراء بان ودانهم تبقى طويله، حجمهم يبقى صغير، نظرهم يبقى حاد، حاسه الشم بطريقه معينه، كل ده عشان يتكيفوا للمعيشه في الصحراء، فروهم يبقى فاتح عشان ما يسخنوش، وهكذا وهكذا. فهمتني؟ سنانهم بطريقه معينه، جسمهم بطريقه معينه، لكن الثعالب اللي في بيئات تانيه خصائصها اتغيرت عشان البيئات التانيه دي، وهكذا. يبقى خلي بالك ان التكيف موجود، ان كل كائن ربنا اعطاه له خلقه وهداه وعلمه ازاي، يعني ايه الخلق بتاعه ده يستخدمه كمان، يحفر حفره يستخبى فيها مش عارف ايه بتاع. يبقى هو الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، دي في القران الكريم سوره طه، وهنشوفها الايه الكريمه دي، ان التكيف موجود في الكائنات الحيه كلها زي ما انت شايف كده، بس احنا كبشر بقى مش عارفين بدا ازاي. يعني هل هم كانوا كلهم زي الثعلب ده وبعدين فجاه واحد نوع منهم بقى كده، ولا هم كانوا نوع تالت ودول ولاده نوع بقى كده ونوع بقى كده؟ فاهميني ولا ايه؟ زي البشر، ما هو البشر كلهم ولاد ادم، تمام؟
بس شوية منهم بقوا شبه الصينيين كده، شوية بقوا شبه بتوع الناس اللي هم السمر شوية زي سكان جنوب أفريقيا، شوية بقوا شبهنا هنا إحنا كده، شوية شبه الهنود، شوية شبه الإيه الأوروبيين، لونهم أبيض ومش عارف إيه. يعني تحس إنه سبحان الله هم نفس الإنسان، بس طلع كل كائن راح مكان اتكيف ليه، بس ما زلنا كلنا بشر، يعني ما حدش فينا تحول لنوع تاني. أنتوا فاهميني؟ يعني هو تكيف فقط. يعني إيه تكيف؟ يعني ما زال النوع ما زال زي ما هو، البشر هم بشر، القرود هيفضلوا قرود، البشر هيفضلوا بشر، الثعالب هيفضلوا ثعالب، الكلاب هيفضلوا كلاب، القطط هتفضل قطط، الفيلة هتفضل فيلة. لكن كل ما في الأمر إنه اتكيف شوية، اتغير شوية، تمام؟ يبقى هو ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى، ازاي الكائنات دي. اهو مثلا مثال تاني، هو شايف الدببة اللي عايشة في التلج بقت شكلها عامل ازاي، لكن اللي عايشة في الغابات شكلها عامل كده، فاهميني ولا ايه؟ وهكذا بقى، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، التكيفات دي ظهرت ازاي. اهو بيقول لك اهوت، طالما انت عايز تجاوب على السؤال ده انا هحط افتراضات كتير، بس عشان ما نضيعش وقت حط لك افتراض اللي هو الافتراض الصح. ايه هو بقى؟ بيقول لك اهو، انيمالز اند بلانتس، ربنا سبحانه وتعالى حط فيها، زرع فيها جينات وحاجات انت مش يعني مش عليك دلوقتي، مميزات كده في الصفات الوراثيه بتاعتهم، في الدي ان ايه، في جسمها، اهو ability، قدره to change their body's structure and behavior، انها تغير سلوكها وجسمها to adapt the extreme climate، عشان تتكيف مع المناخات اللي هي راحت فيها او اللي عايشه فيها، in their environment، في البيئه بتاعتها. خلاص؟ يعني تبص تلاقي سبحان الله في شويه حاجات كده بتحصل، لو عندي قطيع من 1000 ثعلب مثلا، ال1000 ثعلب دول فجاه الجو بقى حر، هتبص تلاقي مات نصهم والنص التاني الاقوى هو اللي فضل عايش، وبدأوا منهم نصهم يموت بعد فترة تانية مش لاقيين أكل، والنص التاني قدر إن هو يلاقي أكله ويحفر حفر ويعمل يستخدم ذكائه ويخلف عيال أقوى زيه وهكذا. تبص تلاقي في النهاية الألف ثعلب دول ما عادش بقى منهم غير 10، بس العشرة دول بالألف ثعلب، يعني هم اللي قدروا يتكيفوا للمعيشة في الصحراء، فكأن ظهر مجموعة ثعلب معينة كده مختلفة عن الباقي، مختلفة في إنها قدرت تعيش في البيئة دي، تتكيف البيئة دي، وولادها اللي هيطلعوا برضه هيتكيفوا بطريقة تانية وهكذا، لحد ما بعد 2000 3000 4000 سنة أو أكتر كأن بقى كائن تاني، كأن بس هو ثعلب، بس كأنه شوف ده شكله عامل إزاي، ده شكله عامل إزاي، سبحان الله. هو ده اللي بيحصل بقى، إن البيئة نفسها ظروفها بتجبره إنه يعمل كده، بتجبره إن هو ده يعيش وده ما يعيش، اللي ودانه طويلة شوية يعيش، اللي ودانه قصيرة ما يعيش، يبقى التكيف موجود. بيسموها بقى ساعات الانتخاب الطبيعي، بيسموها الصراع من اجل الاقوى، بيسموها زي ما يسموها، انت لسه هتاخدها بعدين مش هتاخدها دلوقتي. برضو الجمال، الزراف، كل كائن من دول ظهر في البيئه بتاعته متكيف بشكل رائع ليها بالخصائص بتاعته. خلاص؟ بقول لك اهو، نوت، لاحظ ايه بقى؟ يور هايبوثيسيز، لما تيجي تحط افتراضات زي اللي احنا شفناه من شويه ده، سواء بقى هو صح ولا غلط الله اعلم، يو شود او ات شود بي فورمد of a sentence that given an answer for a previous question in step one. يعني لما تيجي تحط افتراض حاول تحط جملة بحيث انها تجاوب على السؤال، ها فاهمني؟ يعني السؤال ازاي الكائنات تطورت او عفوا تكيفت للبيئة، adapt، يبقى ان لها القدرة انها تتكيف، ربنا ادالها القدرة انها تتكيف، ادي اول احتمال كده، يبقى تكون اجابة للسؤال. يبقى لو انا جبت لك في الاختبار اي عبارة وقلت لك اعمل لي افتراض، ميك هايبوثيسز او كليمز اوف ذيس سنتنس للجمله دي، كل اللي عليك تحاول تجاوب عليها من وجهه نظرك، ادي الموضوع كله. لو قلت لك مثلا مثلا اكسبلين او اشرح هاو ذا بولار بير ادابت تو هيز انفايرمنت مثلا، او تو ليف ان ذا بولار ريجون، ازاي الدب القطبي قدر يعيش في المنطقه القطبيه، تقول لي بس بكل بساطه جاوب انت على السؤال من وجهه نظرك حتى لو كانت غلط. The polar bear can live there because it has مثلا thick fur، فرو سميك، أو because مثلا he can إيه أو he adapted أو has a structural and behavior adaptation to this environment، يعني له تكيفات تركيبية وسلوكية في البيئة دي، بس هتبقى خدت الدرجة. يبقى خلي بالك من النقطة دي قوي، إن لازم الافتراضات اللي أنت هتقولها تكون إجابة للسؤال اللي قبله. ها فهمت ولا إيه؟ طب تعال نكمل، ان بعد كده ممكن يطلب منك انك انت تعمل افتراض، ما تخافش، مش حاجه صعبه يعني. خلاص يا شباب؟ عامله زي لعبه المكعبات دي، المكعبات اللي انا مديها لك شكلها هيخليك تجيب دي ما تجيبش المكعبات التانيه، يبقى لازم تكون اجابه للسؤال، الافتراض يكون اجابه للسؤال، ما ينفعش مثلا انا بسالك سؤال ولاقيك بتجاوبني حاجه تانيه خالص، يبقى كده هديك صفر، ما
انت مش فاهم الدرس. ما ينفعش ابقى انا بسالك على افتراض على سؤال في التكيف الاقيك بتجاوب لي على حاجه تانية خالص. خلاص؟ طيب الخطوه الثالثه، الافتراضات بقى اللي انت قلتها، طبعا انت هتقول افتراضات كتير مش واحد بس، يعني تبدا بقى تختبرهم، تجيب ايفيدنس عليهم. انت قلت ان كل الكائنات لها الابيليتي، لها القدره انها تتكيف. هتمسك كائن زي اللي قدامك ده مثلا اهو، تبدا تراقبه، هتبص تلاقيه في الشتاء طلع له فرو، في الصيف الفرو وقع. سبحان الله، ربنا حاطط فيه ميزه انه يتكيف مع الحر والبرد، الحر والبرد، الشتاء والصيف. يبقى فعلا عنده القدره على التكيف، ربنا حاطط فيه القدره دي، حاطط فيه الميزه دي، لدرجه ان في بعض الكائنات لون فروها كمان بيتغير عشان يبقى لونه الابيض ماشي مع التلج، الكائنات المفترسات ما تشوفوش. انت واخد بالك؟ جيناته كده، ربنا خلق فيه نوعين من الجينات او العوامل الوراثيه، نوع يدي اللون الغامق ونوع يدي اللون الفاتح، وبيتاثروا بدرجه حراره الجو. درجه حراره الجو تخلي الجين ده يشتغل او الجين ده هو اللي يشتغل في الدي ان ايه، في الماده الوراثيه بتاعته. انت مش عليك الحكايه دي، لدرجه انهم جابوا نوع من انواع الارانب لونه ابيض، ربطوا عليه كيس تلج، الحته اللي ربطوا عليها كيس التلج لونها بقى اسود. يعني سبحان الله، مع ان هو لونه ابيض بس مع تغير درجه الحراره خد شكل جديد، صفه جديده. مين اللي حط فيه الميزه دي؟ ها؟ ربنا سبحانه وتعالى. يبقى خلي بالك اهو، بيقول لك اهو اجابه السؤال ايه بقى؟ الدليل اهو، الايفيدنس ايه هو؟ ان سام انيمالز هاف ثيك فيور، مثلا بعض الكائنات لها فرو سميك، تو كيب ذير بوديز وورم، عشان تحافظ على جسمها دافي، وورم دافئ. ده دي ميزه مثلا، اهو زي ما انت شايف الامثله، الكائنات اللي عماله تعدي قدامنا دي كلها، كل دي كائنات لها فرو سميك وكلها عايشه في المناطق القطبيه او جنبها، في الغابات اللي تحتيها اللي جنبيها اللي فوقيها. هتبص تلاقي ان الكائنات اللي قدامك دي كلها الفرو السميك ده بيحميها في البرد. حتى الجمال، لان في بعض الجمال بتعيش في البيئات المتجمده، مش شرط كلهم بيعيشوا في الصحراء. اللي بيعيشوا في الصحراء تلاقي ما عندهمش فرو كتير، باقي شويه شعر بس في حتت معينه في جسمهم كده وخلاص. حتى الثعالب، شوف الثعلب سبحان الله، اللي عايش في التلج غير اللي عايش، غير الفانك فوكس اللي عايش في الصحراء. الاغنام اللي عايشه في البرد شوف فروها يحميها، احنا بناخده نحلق لهم ونعمله هدوم وبتاع. الايائل سبحان الله برضه لونها يتغير من صيف وشتاء، شفت الابقار شكلها يتغير تماما في الشتاء عشان الفرو اللي بيطلع لها ده. يبقى كل الكائنات دي والدببه الى غيره، يعني مثلا شوف الدب اللي قدامك ده، لو انا صورت لك شكله وهو في البيئه اللي فيها تلج هتلاقي فرو وقع واتغير اللون سبحان الله، مع ان هو نفس الدب بس ربنا خلق له المميزات دي بقى. خلاص يا شباب؟ قال لك في دليل كمان، اجيب لك دليل كمان. ايه بقى الدليل التاني؟ الدليل التاني هو بيقول لك some other animals have extra long ears، لهم اذان طويله جدا، to help their bodies to be cold. ازاي؟ في الودان الطويله دي عامله زي اللسان بتاع الكلب الطويل اللي بيبرد الدم، الدم يدخل فيه في عروق كده والهواء يبرده. شايف الارنب اللي قدامك ده؟ شايف العروق بتاعت الدم اللي في ودانه عامله ازاي؟ الدم بقى يمشي في العروق دي، الهواء يخبط فيه يبرد، يوم يرجع تاني للجسم بارد، دم بارد، فيبرد درجة حرارة الجسم. لو ما عملش كده الحر يموته، لأن هو ما بيعرفش يعرق. ليه ما بيعرفش يعرق؟ عشان عليه فرو، لأن لو بيعرق وفي فرو هيعفن هيبوظ. الفرو ده زي ما يكون شعر مبلول باستمرار يبوظ الجلد اللي تحتيه. سبحان الله، ما هو اللي خلقه ربنا سبحانه وتعالى، فهيديله فرو وهيديله طريقة تانية لتبريد الجسم غير بقى الجلد، لأن الجلد بقى متغطي بالفرو. خلاص؟ فسبحان الله، هو ربنا ادى لكل واحد الخلق بتاعه وعلمه كمان ازاي يستخدمه. وعندك برضو انواع تانية من الكلاب، حتى سبحان الله الحمير والحصنة عندهم برضو الودان الطويلة دي عشان تبرد جسمه، وبعض انواع الاغنام شكلها غريب جدا وودانها طويلة جدا زي ما انت شايف كده. ايه كمان؟ قال لك some plants have tiny leaves to hold in water، بقى لها اوراق صغيرة كده عاملة زي الابر زي ما انت شايف كده عشان تحتفظ بالايه؟ بالمية. كل دي برضو تكيفات من ضمن التكيفات اللي ربنا خلقها في النباتات تتكيف للمعيشه في البيئه، مع ان النباتات اللي عندنا هنا في مصر تلاقي ورقتها كبيره، ما هي مش المايه موجوده، ما هيش نباتات صحراويه. خلاص؟ ايه كمان؟ بيقول لك برضو سام انيمالز ستي ان باروز، بتبقى في الكهوف والحفر اللي بتحفرها في الارض دي، تمام؟ تو كيب ذا بادز ورم، يعني تكيفت مع الحراره والبروده بطرق ثانيه بقى، انها تدفن نفسها، تعمل جحر كده وتستخبى فيه. مش ودان طويلة بقى، لا أنا بستخبى من الشمس وبطلع بالليل اصطاد. يعني في أنواع تانية من الأرانب ودانها مش طويلة قوي بس تستخبى في حفرة زي ما أنت شايف كده. الدببة القطبية برضو تستخبى تعمل بيت شتوي في الكهوف كده. يبقى إذا ده معناه إيه؟ ملحوظة إن الإيفيدنس اللي أنت جبتها، الأدلة اللي أنت جبتها، يو شود منشن إناف، تمام؟ أند سوتابل إيفيدنس، أدلة مناسبة وكافية وكتيرة تو سبورت، عشان تدعم الافتراضات الهايبوثيسيس بتاعتك أو الافتراضات بتاعتك. خلاص يا شباب؟
يبقى زي ما انت شايف كده جايب لك بقى ادله اضافيه كمان، بيقول لك لما تيجي تجيب ادله حاول انها تكون كافيه وصور وادله، وتكون درست كائنات كتيره ورحت البيئات دي وتعبت وصورت وجبت ادله من البيئه ان كل كائن متكيف للمعيشه في البيئه بتاعته. ما ينفعش ان هو يبقى عايش في بيئه مش متكيف فيها. خلاص يا شباب، اخر خطوه بقى الخطوه الرابعه، تفسيرك العلمي بقى اللي احنا عمالين نقولها من ساعتها. انهم لما درسوا الدي ان ايه والماده الوراثيه اللي جوه الخلايا بتاعت الكائنات دي، لقوا فيها حاجه اسمها الجينات، ولقوا ان الجينات دي فيها انواع واشكال مختلفه ساعات تخلي الكائن شكله اتغير، ما بنصفه شتاء. سبحان الله، هو نفس الكائن، هو نفس الكائن، والبيئه كمان بتاثر في الكائن ده. اه بيقول لك اهو ماي ساينتفك بقى اكسبلانيشن ان الانيمالز اند بلانتس دي كان سرفايف ان اكستريم كلايمتس ثرو ستراكشرال اند بيهيفير ادابشنز، خلال تكيفات سلوكيه وتركيبيه ربنا حطها جواها، خلقهم كده، ربنا حطهم في، حط لهم التكيفات دي، مش عليك بقى الحاجات دي. فهو بيكتفي بالمعلومه البسيطه، قال لك ايه بقى، شايف كل الكائنات اللي قدامك دي في الصور اللي قدامك دي كلهم متكيفين للمعيشه في البيئه بتاعتهم، خلاص كلهم بلا استثناء، كل واحد فيهم متكيف للمعيشه في البيئه بتاعته. حيث ايه بقى، ها اهو بقول لك وير the structure مثلا adaptation in the polar bear that have a thick fur and penguins، والبطريق كمان، شايف الفرو بتاع الدب عامل ازاي، وكمان طائر البطريق penguins that have fats لو دهون to adapt the cold climates in polar regions. يعني بيقول لك درست انا بقى الكائنات ومسكت البولار بير لقيت عنده فرو سميك ودهون، وطائر البطريق برضه فرو بطريقه معينه، والريش معمول بطريقه معينه، سبحان الله في تراكيب فعلا في جسمه متكيفه للمعيشه في البيئه اللي هو عايش فيها. يبقى انا كده اثبتت الحكايه دي ودرستها وجبتها وعرفت ايه التراكيب اللي ربنا خلقها في جسمه يقدر يتكيف بيها الباقي المعيشه. ايه كمان؟ قال لك الاستراكشرال ادابتيشنز ان فونيك فوكس ذات هاف اكسترا لونج ايرز اند اولسو بيهيفير ادابتيشن از ذي ستي ان باروز to adapt in hot climates in desert regions، في المناطق الصحراويه ان هو بيبقى عنده ودان طويله وكمان يقدر يعيش في الكهوف عشان يستحمل اشعه الايه؟ الشمس، تمام؟ في الحفر اللي في الاشجار وفي في الارض وكده، بيحفر حفره ويستخبى فيها. يبقى دي كلها ادله وحاجات انا جبتها من الدراسه بقى، من الايفيدنس، من التفسيرات اللي انا جبتها ودرستها واثبتها بقى. خلاص يا شباب؟ وتفسير العلم ان انا لقيت درست الكائنات ولقيت الحاجات دي موجوده فيها، وان ربنا خلق فيها المميزات دي. برضه نبات الاكاسيا، نبات او الاكاسيا تري، ربنا خلق لها الاشواك علشان الكائنات زي الزرافه اللي انت شايفها دي ما تقدرش تاكل الا كميه بسيطه من الورق، والا كان النبات ده مات من زمان. وكمان ما يقدرش ياكله الا الكائنات اللي رقبتها طويله، لكن كل الكائنات اللي رقبتها صغيره ما تعرفش توصل لها. خلاص؟ فبقول لك اهو the structural adaptation in acacia tree that have tiny leaves to hold in water that adapt in hot climate in savanna regions، في المناطق اللي هي بتاعت الايه؟ السافانا او الاعشاب بتاعت السافانا. وزي ما انت شايف كده شكل الشجره متكيف تماما للمعيشه في البيئه دي واوراقها عامله ازاي. خلاص؟ يبقى دي كلها تفسيرات بقى، تفسيرك العلمي بقى. والاشواك هي عشان اي كائن يحاول ياكلها مش متكيف مع الاشواك مش هيقدر ياكلها. مفيش غير الزرافة لأن أسنانها ولسانها متكيفين مع الأشواك، يقدروا يتكيفوا مع الأشواك وياكلوها برضو، سبحان الله. خلاص يا شباب، بعد كده بيقول لك ملحوظة your scientific explanation، تفسيرك العلمي ده بقى اللي أنت هتحطه أو للحاجة اللي أنت، الأدلة اللي أنت جبتها should explain your hypothesis and evidences ماشي introducing some supportive examples from what you have a learned. يعني لازم لما تيجي تقول تفسير معين انك التفسير ده يتناول الادله الايفيدنس بتاعتك ويتناول الافتراضات بتاعتك ويحاول ان هو ايه يربطهم مع بعض ويجيب مثال جميل جدا يربطهم مع بعض، وبحيث ان انت كده تبقى انت ايه جاوبت على السؤال اللي انت طرحته في بدايه الايه الخطوه الاولى اللي هي asking questions. يبقى لازم تعرف ان كل خطوه في شرط يربطها بالخطوه اللي قبلها. ما ينفعش ان انت تجيب حاجه او تفسير علمي ملوش اي علاقه بالواقع، يعني فاهمني ولا ايه يا شباب؟ يبقى خلي بالك كل دي حاجات مهمه جدا، ويعني انا بعتبر ده درس مفيد جدا وجميل جدا. ليه بقى؟ الايه القرانيه اللي هتظهر قدامك دي بتدل على ان فعلا ربنا سبحانه وتعالى ادى لكل كائن الخلق بتاعه، خلقه واداله الخلق اللي هو محتاجه، وكمان اداله الادابتيشنز اللي هي الايه البيهيفير ادابتيشنز، السلوكيات، انه يستخدم الخلق ده صح. كان ممكن الكائن يبقى عنده ضوافر بس مش عارف يعني ايه يحفر، ما يعرفش يحفر،
لا، ربنا علمه انه يحفر. كان ممكن النمل مثلا يقدر يعمل جحر، لكن ما بيعرفش يعني ايه يخزن اكل. ثقافة انه يخزن اكل مش عنده. ده بيقدر يخزن الاكل، مش بس كده، ده عارف كمان انه لازم البذور اللي هو يعينها دي لازم يكسرها، والا هتنبت وتبوظ وتبقى نباتات. هو مش عايزة تبقى نباتات، وعايز يعينها عشان ياكلها. فلازم البذرة قبل ما يعينها يكسرها، ولو كسرها مش هتنبت. سبحان الله، يعني زي ما يكون ربنا حاطط في مخه كمان وفي سلوكياته وفي تصرفاته انه ازاي يعمل الحكايه دي. مش بس خلقه، لا، خلقه وحط جواه الحاجات دي. هقول لك مثال تاني. انت كانسان اول ما تتولد، حد علمك ازاي تعيط؟ لا، انت عيطت لوحدك. حد علمك ازاي ترضع؟ تقعد ترضع؟ لا، انت رضعت لوحدك. طب ازاي؟ طب الموضوع ده موجود ازاي؟ ربنا زرعه فيك، حطه فيك، انت مولود بيه. سلوكيات فطريه لدرجه المشي نفسه. لو جبت طفل رضيع رجليه لمست الميه او لمست ارض تلاقيه بيمشي. طب هو مين اللي علمه يمشي؟ ما ربنا حاطط فيه المشي. يعني ربنا معلمك المشي قبل ما انت تتعلمه. يبقى ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى، ان ربنا هو اللي خلقك وهو اللي علمك وهو اللي حط فيك كمان السلوكيات اللي انت هتحتاجها بعدين. خلاص يا شباب، اتمنى تكونوا فهمتم. كان معكم الاستاذ محمد سعيد رحمي، قناه ساينس كابيتال. سعدت وتشرفت بيكم، واتمنى تشتركوا معايا في القناه، واتمنى ان انتم تقروا وتبحثوا عن الموضوع ده كتير جدا. ولسه هتاخدوا الحاجات دي بعد كده في سنوات قادمه، وهتبدا تربطه بحاجه اسمها نظريه التطور، وهتعرف انها فشلت. الناس اللي كانوا بيقولوا ان الانسان اصله قرد والحاجات دي هم فشلوا طبعا. والعلم الحديث اثبت ان الكائن يقدر يتكيف شويه في جسمه، مش ان هو يتحول لنوع تاني. ومفيش اي دليل الى الان على ان في حاجه اسمها تطور، لكن في دليل على التكيف. لكن مفيش ولا دليل على ان في نوع تحول لنوع تاني عن طريق الايه؟ التكيفات. مجموعة من التكيفات تتحول لنوع تاني، ده ما حصلتش ولا هتحصل. الحياة بالنسبة لنا المخاطبين المكلفين تقتضي حسا وحركة، لكن ليست كل حياة جنس هي حس وحركة. قد يوجد فيه حس وحركة بس انت ما انت شايف. يبقى في كل جنس حياة تناسبه، بس انت خدت الحس والحركة والحياة ظاهرة امور ايه. لكن النبات برضو بيتحرك ولا لا؟ انه بينمو كده طيب، وبيحس ولا لا؟ ايوه بيحس. لانك انت لما تيجي في هناك قضية يعني تجمع حلقات الكون، يقول لك ايه أعلى مرتبة في الأدنى هي أدنى مرتبة في الأعلى. يعني إيه اللغز ده؟ إحنا كنا قلنا زمان أن هناك جنس اسمه إيه؟ الجماد. وبعدين يوجد نمو ظاهر فيه، فيجي عنصر إيه؟ جنس النبات. فيجي له حس وحركة فيجي الحيوان. وبعدين يوجد له فكر فيجي مين؟ الإنسان. خلاص؟ يبقى فيه جماد وبعدين يطرأ عليه نمو، يبقى ايه؟ وبعدين يطرأ على النمو حس وحركة، يبقى حيوان. وبعدين يطرأ على الحس والحركة فكر، يبقى ايه؟ انسان. امسك الحلقات دي ثابتة. اياك حين تقرأ عن عالم انه قال ان حلقات الوجود متطورة، يعني نبات وبعد جماد وبعدين نبات وبعدين حيوان وبعدين انسان، يعني ان الانسان كان حيوانا ثم ارتقى، والحيوان كان نبات ثم ارتقى، والنبات كان جماد ثم ارتقى. نقول لا، هي حلقات على انها حلقات لازمه. الجماد يظل فلا يرتقي الى نباتيه، والنبات يظل فلا يرتقي الى، والحيوان يظل فلا يرتقي الى انسانيه. فيبقى ما تقوليش بقى كان اصله قرد، وتقول لي ما انتوا بتقولوا للاجناس اصلها كده. نقول لا، هي حلقات وكل حلقه في ذاتها ثابته. لكنك ان اخذت ارقى حاجه في الجماد، تقوم الجماد تلاقيه مرتقي مرتقي الى ان ياخذ ظاهره النمو زي المرجانيات والبتاع. يقوم خد ايه؟ ادنى مرتبه في النباتيه هي اعلى مرتبه في الجماديه. وبعدين النبات ياخد شويه حس. في شجره مثلا يسموها الزراعين يعرفوها اسمها الست المسيحيه، اذا لمستها كده تدبل على طول، يبقى خدت شيئا من الايه؟ من الحس. هدي اعلى مرتبه في ايه؟ في النبات. وتعتبر ادنى مرتبه في مين؟ في الحيوان. وبعدين الحيوان يقعد يرتقي 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 لحد ما يجي القرد اللي هو يقدر يقلد الانسان ومش عارف ايه. دي ارقى ايه؟ ارقى حاجه في الحيوان. انما هل يرتقي الى ان يصير انسان؟ هو ده الكلام بقى.
هو ايه؟ هو ده الكلام. الخلاف اللي بيننا وبينهم لما قالوا داروين ومش عارف ايه، ان داروين قال لك يرتقي، نقول له لا، هو حلقة ولكنها حلقة ثابتة في ذاتها وستظل كذلك، لأن الله قال الذي أخبر عن الحياة ولم يدعها أحد، فليس لأحد أبدا أن يتكلم عن الحياة وعن كيف نشأت الحياة، لأن ما حدش ادعى أنه لا أحيا ولا أبدا، حدش يتكلم في دي أبدا. يوم يقول إيه؟ فسبحان الذي خلق الأزواج كلها، ومن كل شيء خلقنا زوجين. ما تقوليش القرد بقى طالع ان من يطلع منه انسان، لان انسان يبقى له ايه؟ من كل شيء خلقنا ايه؟ زوجين. يبقى الانسان له زوجين، والقرود والبغال الحمير المواء كل حاجه، النباتات هو برضه، والجمادات طلع برضه زوجين، موجب وسالب ضروري، الالتحام ما يتاتش الا بموجب وسالب، كنش ابدا. من كل شيء خلقنا ايه؟ فسبحان الذي خلق. يبقى اذا كل شيء في الوجود تكاثره من زوجين. اللي اهب الحياه وخلقها هو اللي قال لنا كده. كنت تجيب كلام نظري بقى وبتاع، نقول له يا اخي طيب الاوامل التي اثرت في القرد الاول فصار انسانا، لماذا تركت بقية القرود فلم تصيرها أناسي؟